يتطلب مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها الالتزام التام من قبل المواطنين بكافة الإجراءات الوقائية التي وضعتها الدولة، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات الواقية في وسائل النقل بكافة أنواعها. من هنا تواصل وزارة الداخلية جهودها لمتابعة مدى تنفيذ هذا الإجراء على وجه الخصوص، فنجد الخدمات الأمنية تنتشر في مداخل محطات مترو الأنفاق وعلى الأرصفة وكذلك داخل العربات، بهدف التأكد من التزام المواطنين من مستخدمي هذا المرفق الهام في التنقل من الالتزام بارتداء الكمامات الواقية حرصا على سلامتهم وصحتهم، باعتبار الالتزام بارتداء الكمامات أحد أهم الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. وجود رجال الشرطة في وسائل المواصلات لحماية المواطن أصلا بغض النظر عن الغرامة، الغرامة إلى حد ما دي علشان خاطر إيه، تحس الناس انها تكون تلبس الكمامه وتحافظ على نفسها. هم واقفين في خدمتنا، لازم نساعدهم نلبس الكمامه الصح ما نقلعهاش عشان نحافظ على صحتنا وصحه اولادنا وصحه الناس اللي حوالينا، مش صحتنا لوحدنا، صحه الناس اللي بنتعامل معاها كلها. كما تنتشر الخدمات الامنيه بمحطات القطارات بخاصه على مداخلها بما يكفل تحقيق الالتزام الكامل بالاجراءات الوقائيه المتبعه، بينما يتم تسيير خدمات نظامية وبحثية داخل القطارات للتنبيه على الركاب بارتداء الكمامات الواقية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. وفي حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامة بيتم تطبيق الإجراء القانوني. وتتواصل الحملات المرورية على الطرق ومواقف النقل الجماعي المختلفة للتأكد من التزام السائق وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية وفقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الإطار، مع تحرير محاضر للمخالفين وبما يضمن التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية.